العوافي ومساء الخير للكل بلبنان وببلاد الانتشار. رح نعطيكم شوية وقت لتوصل نوتيفيكيشنز لحتى نباشر بحلقة الليلة، وأكيد هذه الحلقة برعاية بطريرك أنطاكيا وسائل المشرق وبحصة نجيب ميقاتي. بس قبل ما بلش وتوصل نوتيفيكيشنز للكل، في أحد أبواق الرياض وتل أبيب بذات الوقت اللي أنا طالع فيه لايف هو طالع على حلقة مباشرة على التلفزيون، بفتكر شو اسمه، لحظة ليك ريكي، شو اسمه اللي طالع بذات الوقت على التلفزيون أنا وطالع لايف؟ لا اسمه سمير جعجع. سمير جعجع. مزبوط، اسمه سمير جعجع، احد ابواق الرياض وتل ابيب، طالع يحكي بذات الوقت، فكروا انه يزيح من درب المشاهدين اللي تعودوا يسمعوا صوت الحق لمدة 3 سنين على بشكل متواصل، بس شغلته وعملته، لانه اول الحلقة تبعيته مثل اخر الحلقة، شغلته وعملته جبران باسيل وميشيل عون، ميشيل عون جبران باسيل، جبران باسيل ميشيل عون، ما عنده غير حديث لانه هلا فاضيه الجعبه عنده، لانه البخاري ما عم بيفيده هلا تقريبا يعني، بس انتو بتعرفوا هو ناطق باسم بوك باسم الرياض وتل ابيب. اذا اردت ان تعرف ماذا يجري في معراب عليك ان تعرف ما الذي يدور في السفاره السعوديه وفي الرياض وفي تل ابيب. هل قد فهمكم كفايه؟ وهل قد بيستاهل نجيب ذكره على مسامعكم بهيدي الحلقة لليلة اليوم؟ بما انه وصلت النوتيفيكيشنز بدي اقول لكم شغلة، بس في بول رح حطه يعني استفتى، السؤال هو هل ستوقع على عريضة لعزل البطريرك الراعي من قبل قداسة البابا توجه لهم؟ نعم لا، اعطونا النتيجة. راح اودي التصويت على السكرين. صار عندكم وعندكم مهلة 5 دقايق بالتحديد لحتى تصوتوا، عملوا معروف فيكم تفوتوا على السكرين، مبين عندكم في 5 دقايق بس لحقلكم تصوتوا. هل ستوقع على عريضة من اجل عزل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي؟ وهذه العريضة ستوجه إلى الفاتيكان، لأنه خلصنا بقى هيدي التجاوزات، يجب أن تتوقف، يجب أن يكون الراعي راعي الأب الصالح للرعية أو لا يكون. كنا بدنا نطلب منه للبير مبارك أنه يخلع ثوب الكهنوت ويترك، لأنه هو قديس، قديس يشهد للحق بثوب أو من دونه، وكنا بدنا نقول له اترك هيكل اللصوص والذي يسكنه العقارب والأفاعي والذي تزينه الأكاذيب، اتركه، انفض عنك الغبار، عن عليك الغبار الذي قالها يسوع في إنجيله المقدس، إذا رفضوكم ولم يستقبلوكم انفضوا الغبار عن ثيابكم وعن نعالكم. أن يتم التحريض على الأب كميل مبارك بقرار عزله عن التوجه إلى الإعلام بكافة الطرق لهو قرار مجحف، وقرار يدل على أن القيمين على الكنيسة وليس الكنيسة، القيمين على الكنيسة لم يعودوا يمثلون الرعية، وأن هؤلاء أصبحوا أبواق للشيطان ولصوت الشيطان. شفنا البطرك الراعي كيف كل واحد بيشهد للحق بكنيسته يا بيتم عزله يا بيتم طرده من مجلس المطارنة، وهيدا الشيء للأسف شهدناه مع المطران الياس نصار الله يوجه له الخير، لما قال الحق وكلمة الحقيقة عندما قال عن العماد عون أنه صخرة وأنه رجل شريف ونظيف، وكان يواجه، إذا بدنا نقول
ابن الجارية وليد جنبلاط اللي أصله معروف من وين، وما بدنا نحكي بالشخصي، لأنه واجهه لوليد جنبلاط ولأنه كان عم بيعمر المطران الياس نصار بيوت وشقق لحتى يخلي الموارنة الشباب وصبايا يتكبشوا بأرضهم بشوف. ولكن مجرد ما اشتكى وليد جنبلاط للبطرك الراعي تم تطييره بحجج واهية واتهامه بسرقة ومدري شو وبسندات كله كلام بلا طعمة. يا أما بيعزلوا مثل ما عزل المطران نصار، يا أما بيمنعوا من التوجه إلى الإعلام ومن الظهور مثل ما عمل مع الأب كميل مبارك بغطاء مطرانية بيروت. مطرانية بيروت صحيح أن المطران هو راعي الأبرشية وهو الذي يقرر، ولكن لم يكن ليتجرأ مطران بيروت أن يقوم بمثل هذه الخطوة لولا الطلب من الراعي بين هلالين الذي لم يعد صالحا. إذا فكرك تهشلنا من الموارنة، لا، نحن مشلشين بهيدي الأرض منذ 1400 سنة ونيف، ونحن مشلشين بهيدي الأرض من أكثر من 12000 سنة عندما ظهرت الديانة الكنعانية، أي ديانة الإله إيل التي استمدت كل الديانات دياناتها منه، وبالتالي نحن مشلشين وما رح تقدر. بس للأسف لما تتنازل عن حقك انك تمثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق، تصير بطريرك بكركي وسائر جنبلاط وجعجع والسنيورة ورياض سلامة، وان تصبح راعيا لكم الافواه ولاسكات صوت الحق ولاسكات الحقيقة التي من اجلها جاء يسوع المسيح الى هذه الارض، فانت لا تستأهل بان تكون بطريركا على أنطاكيا وسائر المشرق. منذ فترة، يعني معلش حرجع أحكي بالدارج، من فترة إجينا بطريركين، البطريرك صفير والبطريرك الراعي. هذان البطريركان شو بده يحكي الواحد؟ واحد ضرب صلاحيات رئيسة الجمهورية حقدا على شخص اسمه ميشيل عون، والتاني عم بيضرب مقومات الوجود المسيحي في لبنان والمشرق حقدا على شخص اسمه ميشيل عون. شو خطيته البير مبارك يا بطرك الراعي؟ شو خطيته؟ خطيته انه عم يشهد للحق، او لانه عم يحكي بالسياسي؟ ليش انت عالطالع والنازل ما بتحكي سياسي وما بتتدخل بالسياسي وما بتحمي اللصوص، لصوص الهيكل، من رياض سلامه وغيره؟ مثلك مثل رؤساء الطوائف كلهم بلبنان. امتى بدنا نرتاح من هذه اللعنة المكتوبة على جبين لبنان؟ من أمتى؟ حتى قبل الأديان التي سميت سماوية، لبنان صحيح هو قلب الله، لب أنان قلب الله، ولكنه بتحسه لعنة لحقته. أمتى بدنا نخلص من هذه اللعنة؟ وقبل تتذكروا، أو اللي ما بيعرف لحتى نعرفه، الله يرحم البطريرك دانيال الحتشيتي الشهيد الكبير. وينك يا بطريرك الراعي من كرامة وعنفوان وشهادة البطريرك دانيال الحتشيتي اللي استشهد سنة 1285 من بعد تعرضه من قبل مقدم سالم اللي هو خاين مثل سمير جعجع وكل هؤلاء الخونة اللي كانوا يمروا بالتاريخ الموارني؟ معلش عم بحكي لانه عم بوجه حديثي لبطرك الموارني. سقط حصن اهدن لانه نفس التاريخ عم بيتكرر، مثل ما سمير جعجع لعبوا معه الاسرائيليه ولعبوا معه السعوديه ولعبوا معه الامريكان والسوريين سنة 90 من اجل ضرب الوجود المسيحي وضرب مقومات التواجد السياسي للمسيحيين في لبنان اللي انعكس على كافة دول المشرق، لأنه إذا قوي المسيحيين بلبنان بيقوي المسيحيين بالمشرق، والعكس والعكس مش صحيح، وإذا بيضعفوا المسيحيين بلبنان بيضعفوا مسيحية المشرق. فالتاريخ شوفوا شو بيشبه بعضه. المقدم سالم أيام البطريرك دانيال الحتشيتي هو من أحد الموارنة اللي عندهم كلمة كان بهذاك الوقت،
وهو الوحيد اللي بيعرف اسرار حصن اهدن المنيع. وقت اللي اجا السلطان قلاوون الداعشي المملوكي لحتى يحتل قرانا ومدننا وجبالنا اللي كان عاصي على الاجتياح، كانت علقانه معه قصه حصن اهدن وتريبوليس، يعني مدينه طرابلس. تريبوليس اي المدينه المثلثه الرؤوس. سلم له خريطه حصن اهدن لحتى شو؟ كرمال قال له بعملك مثل لقب اليكباشي على منطقه حدث الجبه وبشري واطراف طرابلس اذا بتعطينا هذه الاسرار. اعطاه اسرار الحصن من بعد سنتين مقاومه برئاسه البطريرك دانيال حتشيتي. سقط حصن اهدن، ومن خلال حصن اهدن سقطت طرابلس، وتم اعتقال البطريرك دانيال حتشيتي. ولانه قال كلمه الحق وشهد للحق تم اعدامه وتقطيع جثته وتعليق كل عضو من اعضاء جسمه على ابواب مدينه تريبوليس لحتى يكون عبره لمن اعتبر. وتم قتل المقدم سالم اللي خان البطريرك دانيال الحتشيتي. هيك بتكون البطاركه، مش مثل البطريرك بولس مسعد اللي هو سنه 1860 قلب الموارنة على بعضهم لانه بده يحافظ على الاقطاع الكنسي والانكا محافظه على الاقطاع الدرزي المتمثل بعائلة جنبلاط أو جنبولاد، العائلة التكريتية الكردية اللي اجت على لبنان سنة 1518 من بعد ما طردوا من هونيك. من قبل مين؟ من قبل العثمانيين الدواعش. تخيلوا البطريرك بولس مسعد ضرب ثورة طانوس شاهين المارونية الكسروانية اللي كانت عاملة ثورة من أجل كل اللبنانيين ومن أجل نزع كل ما يملك هذا الإقطاع المتجسد ببكركي ومشايخ آل الخازن. مع احترامي لعائلة الخازن أنا ما عم بحكي تاريخ هون، مش عم بذم بالعائلات، ومشايخ بيت جنبلاط. فضرب تعاون مع المحتل العثماني الداعشي من أجل القضاء على ثورة طان الشاهين، ويوما ما بينكتب التاريخ وبينعرف. عم بعيد نفس التجربة البطرك بولس مسعد، البطرك سفير، والبطرك الراعي. هلأ عم بعيد التجارب كمان. كل من يشهد للحق في بيت الله وفي هيكله يتم إما عزله أو قتله أو إسكاته. وهيدا اللي صار مع البارد كمين مبارك اليوم. بس صوت الحق ما بيموت. مشان هيك أنا بتمنى عليكم قريبا جدا رح نعمل عريضة يجب أن توقع من أكثر من 100,000 توقيع لحتى نوجهها لقداسة البابا، ورح سلمها باليد. رح روح على روما وسلمها باليد لقداسة البابا على القداسة هونيك. بتنزل وبتأدي إلى الضغط بطريقة ما من أجل عزل البطريرك الراعي لكي يكون لنا بطريركا كما الصخرة كميل مبارك. وهالقد بينحكى بهذا الموضوع، بس كميل مبارك هو صوت الحق وهو صوتنا، والصدى بده يضل ينسمع كمثل الصوت او الصوت الصوت يعني الكرباج الذي حمله الرب يسوع وقضى به ركائز الهيكل الذي جعلوه بيتا للصوص والعقارب والافاعي، وهو طرد تجار الهيكل منه من أجل أن يعبدوا الله. وبرجع بيقول يسوع لا تعبدوا ربين الله والمال، اعبدوا رب واحد. وينك يا بطرك؟ هذا البطرك يعني الصخرة لم يعد صخرة، وانتقلت الصخرة إلى كميل مبارك ومن هو مثل كميل مبارك. فخلي صوتك يضلوا تنسمع أصداؤه بكل أنحاء المعمورة لحتى يصير عنا بطرك مثلك مونسينيور. وهون بسأل سؤال، تعرفوا ليش بعده مونسينيور؟ مونسينيور كمين مبارك ليه بعده برتبة مونسينيور مرق أولى، رتبة أسقف يعني مطران؟ كي لا يكون لنا بطريركا مثل كميل مبارك.
بكل بساطه هالقد. تخيلوا عنا بطرك باسم كميل مبارك، شو كان صار وعم يشهد للحق والحقيقه. لبنان كل عمره كان لو انه في بطاركي مثل كميل مبارك او مثل دانيال الحجيتي، ما كنا وصلنا لهيدي المواصيل انه يكون في عنا يوضاسيون واسخريطيون ومستزلمون بهيدي الطريقه وبكل عرس لهم قرص. بس للاسف ما عملوه، ما رقوا لرتبه اسقف لحتى ما يكون عنده حظ بان ينال نعمه بطريركيه انطاكيا وسائر المشرق اللي صارت بطريركيه بكركي والمختاره ومعراب ورياض سلامه. هيدا فيما يتعلق بالاب كميل مبارك. اكيد نحن نستنكر هذا الفعل الشنيع وهذه السقطه للقيمين على الكنيسه المارونيه، لان الموارنه هم تاريخ وهم جذور جذرت بارض وقف الله، بارض قلب الله اللي هي لبنان. ومش القيمين على هذه الكنيسه هن اللي بيصنفوها، ولكن الجماعه اي الكنيسه اللي مؤسسه من البشر مش من الحجر وتيجان الذهب والالماز والعصاي المذهبه والسيارات الفارهه والشقق الفارهه والاموال التي تهرب الى الخارج من زواريب الدين الى الطائفه الى المذهب الى الاديان الاخرى والطوائف الاخرى والمذاهب الاخرى. امتى رح نخلص من لعنه هذه الطوائف وهذه المذاهب؟ الله يرحمك يا جبران خليل جبران. شو كنت حقاوي بكلامك. على كل حال رح اكتفي بهذا القدر وبدي روح على البحصة نجيب مئاتي. نجيب مئاتي كلكم تتذكروا من كم يوم قلت بالفيديو بالحلقة تبعيتي انه احد المستشارين بلغني تبعون نجيب مئاتي انه رح يشكل حكومة سريعة ويوديها للرئيس بهدف حشره وبهدف يقله يفرجي انه للمجتمع الدولي تفضلوا انا بكل او يدفع الدين لماكرون ويقول له ليك انا دغري عملت حكومه ليك مين عم يرفضها، واللي عم يرفضها هو رئيس الجمهوريه واللي ما بده حكومه لانه ما بده اصلاحات ولانه بده يعرقل الحل ولانه مدري شو. ليكو شو بيعمل نجيب مئاتي؟ مش بس هيك اكتفى بهذا القدر يعني، وفي ناس تفاجئوا لي قدم له تشكيله سريعه من 4 ايام قلتها انه شو انكشف من سره لنجيب مئاتي، مجرد ما يتكلف رايح يعمل تشكيلة لحتى يحشر رئيس الجمهورية لأنه عارف مش رح يموقعها لحتى يحطوا الحق على رئيس الجمهورية. ولكن خسئت يا مئاتي. بس ليك شو بيعمل؟ ما هو المجتمع اللبناني لازم يعرف لحاله، بخلي وزراء حركة أمل، وزراء المقاومة، وزراء الاشتراكي، وزراء سليمان فرنجية وكافة الوزراء الآخرين وبيستبدل وما بيعمل مداورة بالوزارات. هلأ بيجي حدا بيقول لي ايه ما استبدل وزير المال من حسن خليل ل ياسين جابر، يعني نبيه جونيور استبدله بنبيه جونيور تاني. يعني عمين عم بتضحك. بس المداورة بدها تلحق وزراء تيار الوطن الحر والرئيس ميشيل عون. كيف بتقبلوا؟ كيف الناس الغبية بتقبل بهيك تصرف؟ لأنه يساهم بضرب موقع رئاسة الجمهورية من حيث يدري أو لا يدري. هوني ليش يا بطرك الراعي ما بتقله لنجيب ميقاتي أصمت ويجب أن تمتنع عن ضرب موقع الرئاسة طالما هذا النظام راكب هيك؟ بس لا أكيد لا. صوت كميل مبارك بهزله الضمير لأنه نايم على أموال الحرير اللي مهربها للخارج والخطوط الحمر. فبيعمل مداورة بس بوزراء التيار الوطن الحر، باقي الوزارات بيكرسها للمذاهب والطوائف. وهون مش عم بهت للثنائي الشيعي ولا حدا، عم بحكي واقع. بس لما تيجي لرئيس الجمهورية وزراء التيار الوطن الحر لازم نستبدلهم، لازم نحن نسمي لهم وزرائهم. وعم يستبدل وزير الطاقة بوزير سني. مش هون صحتين عقلبهم سنة، ما عم نحكي شيء بالناحية المذهبية. ولكن بتعرفوا ليش بده وزارة الطاقة؟ صرت شارحها كذا مرة. وزارة الطاقة بده إياها من أجل توقيع عقود الـ ODF شركة كهرباء فرنسا إرضاء لولي أمره ماكرون لحتى ياخدوا كل شيء معه. وهني عارفين
ماكرون عارف والامريكان عارفين والمجتمع الغربي عارف والخليج عارف انه اذا تسلم وزاره الطاقه لهؤلاء الرعاع الفاسدين شو معناتها؟ معناتها الغاز والنفط عوض بسلامتكم، وهي مش حجه الكهرباء لا، ما هن من سنه 92 عملوا هيك بالكهرباء من ايام رفيق الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط، عملوا هيك وفؤاد السنيور عملوا هيك بالكهرباء لحتى يضل لبنان غرقان بالمشاكل كرمال ما يجي وقت ويستخرج الغاز والنفط ويصيروا بدهم ياخذوا قرارهم الحر. هيك خلوا لبنان تابع للرياض وتابع لتل ابيب وتتقاذفه المصالح وبفقروا الشعب لحتى يوصل للتوقيع اللي هو دخيلكم خلصونا، اعطوا النفط والغاز لاسرائيل واعطوها للسعوديه واعطوا الكهرباء لفرنسا واعطوا المطار لمدري اي دوله واعطوا مدري اي قطاع لاي دوله وهيك دخيلكم نحن بنخلص من ازمتنا الماليه. هن اللي وصلوا هون وفجروها بايام الرئيس ميشيل عون. هيدي باختصار كل الموضوع. استبدال وزاره الطاقه من التيار الوطني الحر ليس من اجل تحقيق الطاقة بلبنان او الكهرباء 24-24، ولكن قبل بحققوها، بس امتى؟ لما يتم من وزارة الطاقة التنازل عن الغاز والنفط بالشاطئ اللبناني. ونجيب مئاتي هو تاجر مش رجل اعمال، تاجر محتال بيبيع وبيشتري على حساب مصلحة الناس وكرامة الناس وبيسموه الدول الاجنبية. مين بيسميه؟ الامريكان والفرنساوية والسعودية، وبيصدقوا له جوا بلبنان. هلا كل واحد عنده اختلاف بوجهة النظر ليش لحتى كلفوه. على كل حال ما بدي فوت بهيدي السيره، ولكن ما يعنينا من الموضوع انه هيدي التشكيله اذا فكرك تحشر الرئيس عون. لا حبيبي لا لا، كثير مغلبط بالعنوان، واصلا انت لازم تعرف انك مغلبط بالعنوان، وانت لازم تعرف انه ما لك خبز بظل هيك تشكيلات جاي تحطها وتقول له بدلنا لك وزير الاقتصاد وبدلنا لك وزير الطاقه وشوف شو بدك تعمل. لا 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 خينا نجيب، لا مش زابطة معك، لانه ليك مش فرقاني حكومة يكون فيه ولا ما حكومة يكون فيه، لانه حكومة على رأسها انت يا محلى ما يكون في حكومة بالمرة، مش حتى حكومة تصريف اعمال، لانه الفاسدين بدك تبيض وجهك مع ماكرون لحتى تزبط له عقد الاو دي اف، ومن تاني ميل بدك تبيض وجهك مع ماكرون لحتى يشلك الدعوة اللي يعمل عليك النيابة العامة المالية بالمدعي العام بموناكو، ولا تشيل الدعوة اللي صارت بباريس عليك عند قاضي التحقيق الأول، ولا كمان عم تسير سوريا بقصة النازحين وإعادة التفاوض مع الدولة السورية والحكومة السورية لحتى يشيلوا لك الحكم بمليار و200 مليون دولار اللي قرطهم من سوريا تال، وطالع عليك حكم غيابي بحقك وعليك مذكرة توقيف غيابية. فليك نحن منا مكسر عصا، رئاسة الجمهورية منا مكسر عصا، ميشيل عون والمدرسة العونية وجبران باسيل منن مكسر عصا، نحن العونيين وشعب لبنان العظيم منا مكسر عصا. وإذا فكرك تحشرنا لحتى نقول لا دخيلكم منا حكومة، عمرها ما تكون حكومة بيرأسها واحد فاسد مثلك ملاحق مدة عليه بكل دول العالم وعميل السفرات وعميل المخابرات. فبيكفينا شرف إنه نرفض لك هيدي التشكيلة، هيدا أولا. وثانيا إذا فكرك لحتى أنت أصلا ما بدك حكومة لحتى تحشر رئيس الجمهورية لحتى ما يوقع التشكيلة، عمرها ما تتوقع. وإذا مفكرين نحن هون بنطلب من فخامة الجبل إنه إذا وصل 31 تشرين الأول وفي حكومة تصريف أعمال ألا يسلم هذه الحكومة صلاحياته، وبالتالي نحن رح نطلع نمنعك على قصر بعبدة ورح نمنعك تفل من قصر بعبدة بالدستور، لأنه المادة 62 واضحة وصريحة وبتقول إنه صلاحيات رئيس الجمهورية بتسلم لحكومة قائمة فعليا. أما حكومة تصريف أعمال فخسئته وما رح تزبط معكم. فما تفكروا إنكم بتحشرونا، مش فرقاني معنا، ما عنا شي نخسره لأنكم خسرتونا كل شي. ولكن طالما ميشيل عون على رأس الجمهورية وطالما في جبران باسيل والمدرسة العونية والتيار الوطني الحر رح نبقى حصرمة بعيونكم وما رح نخليكم لا تسرقوا نفط والغاز ولا توطنوا النازحين ولا توطنوا اللاجئين ولا تعملوا أي عمل من اللي نحن عم نحرككم فيه. وباللبناني اللي مش هبرح من لكم إياها، أعلى ما بخيالكم اركبوه، لأنه ممنوع استمرار هيدي المنظومة الفاسدة. وإذا مفكرين إنه فخامة الجبل والمدرسة العونية والتيار الوطني الحر ضعاف،
انتو كمان غلطانين بالعنوان، لانه نحن مركز القوة ونحن اللي بدنا نشطفكن من اعلى الدرج الى اسفله. وهالقد من الكن. فهيدي الخزعبلات وحركات السعدين وحركات النسكم ما بتمشي معنا. يا اما حكومة بيكون فيها التوازن حقيقي وبيكون فيها التمثيل حقيقي وبيكون على رأس وزارة الطاقة شريف من بلادي بيسميه جبران باسيل، او هو بيكون او هو وزير خارجية، فما تحلموا، لانه ما بدنا نسلم الغاز والنفط الى اسرائيل ونبيعهم، لانه الامريكان والاوروبي ولا مزعوجين من الروس بموضوع حرب اوكرانيا والغاز الروسي على اوروبا. لا، ما رح يمشي الحال. وهون كلام ونداء الى اهل المقاومة. انا بعرف انه تسمية ميقاتي الى اعتباراتها، وبعرف بالتالي بعض الاسرار اللي بتأدي الى كلام اخر نحكي فيه غير مرة. فاذا فكرك يا نجيب ميقاتي يعني لا الامريكان عملوا معنا شيء، ولا الاوروبية عملوا معنا شيء، ولا الخليجية عملوا معنا شيء، ولا اسرائيل عملت معنا شيء، اكيد بالتعاون مع المقاومة. فانت يا ميقاتي مفكر حالك انه بماكرون اللي مقطش صلاحياته بفرنسا من بعد الانتخابات التشريعية، واللي مربوط برسن امريكا، بده يطلع منك ومنه شيء؟ فهيدي كمان انساها. وبالتالي نحن خلفك جنرال عون، نحن قدامك وحدك ووراك، وما تعت الهم. ونحن قدامك وحدك ووراك يا جبران باسيل، وما تعت الهم. ما رح نسمح لهم ابدا. وبرجع بتمنى عليك فخامة الجبل، الفتوى الدستورية موجودة بنص المادة 62 عبر نظرية توازي الصيغ. يعني توازي الصيغ بالمعنى المبسط اكثر انه اذا في حكومة تصريف اعمال معناتها رئيس الجمهورية لا تتعرض للفراغ، ويبقى رئيس الجمهورية قائما في بعبده، وبالتالي لانه ما بيقدر يسلم صلاحياته الى حكومة تصريف اعمال. وهيدا مش خرق للدستور. ونتمنى عليك فخامة الجبل انك تبقى في حال بقيت حكومة تصريف اعمال. ومنشوفكم الله راد، مثل الاخر فيديو منقله نحن معك لاخر نفس. منشوفكم بكرة الساعة 9:30 بتوقيت الصخرة كميل مبارك يلي ازاح كذبة الصخرة تبعيت انطاكيا وسائر المشرق.